تكفين يا خالتي تكفين، اذا جرشيت كلمي. وش عنا بعد يا اختي؟ كلمي انه يجيب لنا شغاله، ما يصير كذا انا لحالي في البيت اطبخ واكلس وكل شيء اسوي. يا شين الكسل يا يمه يا شين. هذا هو اللي قال يا شين الكسل. ما ادري ايش في راسي حكني. شوفي شوفي وش في قمر؟ ما ادري وش هو. في صراصير هنا هنا. وش وش شوفوا خبر عاجل الخراسنة. في تطور لاحق لعمليات القرصنة البحرية، قام مختطفون باحتجاز سفينة تجارية كانت متجهة نحو السواحل الأفريقية. وقد كان على متنها عدد من المسافرين من جنسيات مختلفة إضافة لطاقم السفينة. اي والله هذا هو رشيد. بس مع ابو سند ورشيد كانوا مشت فينا، بس ابو سند مو مشت فينا، لكننا متفق مع القراصنه. اه ولدي، اي ولدي يا رشيد، ولدي رشيد، هذا هو ولدي. هذا وقد ادلى المختطفون بالبيان التالي. نعلن عن اختطاف السفينة العربية المسمى غشمشم المحروسة، ولذلك نطلب فدية 50 مليون دولار مقابل الإفراج عن جميع من في السفينة، وإلا سيتم قتل جميع من فيها، وسيتم هرقها واستخدام خشبها وقودا للتدفئة. وهي ألا يا ربي يا زوجي، راح فيها زوجي بعيالي، راح فيها زوجي بعيالي. وش الحل؟ والدبرة راح يذبحوني يا خالتي. وش أسوي؟ يا ولدي يا ربي، يا ولدي يا رشيد، وحيدي يا رشيد، أنت وحيدي، ما عندي غيرك، أشوف الله وأشوفك. هيه وش فيكم أنتم؟ وش فيكم تصيحون؟ أبوي طالع في التلفزيون الحين صار مشهور. عمي تعبي رجل، تعبي رجل، تلا تلا تعبي عمي، تعبي عمي، بيش ويش منان أمرك يا عمي، أمرك. أقول يا قرصان البحر غدرة، أنت يا عمي أنت، أنت تأمرني أمر يا عمي. شبيك لبيك أنت بين إيديك وهي تألا. الظاهر كان مقدم على وظيفة مارد، بس شافوا خشة هذا اللي تنح حفريات ولا قبلوه وانقلب قرصان على حظي. يلا رجاك ورجاك يلا. أقول يا عدلة عرته يا عم عرته عرته عرته، نسيت يا ابن الحلال. أقول جعلكم الفقر اللي نتفق ريشكم كل عمي. هالحين هالسفينة تمشي من البارح لهالحين وإن ما كلنا شيء، ترانا جواها. ابشر يا عمي ابشر يا عمي، راح اوديك لما قرنا على الشاطئ، وراح اعمل لك احلى طبخه افريقيه وهي تألا. طيب يا عدلة، طيب ورا ما تعلم لي وشي، خلني استعد لها علشان اطب فيها طب. راح اعمل لك طبخه كبده تمساح نهري تاكل اصابعك من ورا. أجل خلها نص استوى، لأن أبو سند ما يحب اللحم المستوي، عرفت؟ ولا تقطع لها ضلاعات من, 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 من الصدر وتسويها مرقة تمساح. بس يا سياج اسكت. لا والله الحين أصلب عليك، هذا طال عمرك ولد حرمتي، لا خليه يقطعك تقطيع. تريد يا عمي قلت له الحين وعملوا طبخة كبدة تمساح نهري؟ لا 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 يا ابن الحلال، لا بي لحمة مخيسة ولا بي لحمة التمساح اللي تقول عليه. اطلب اطلب واتمنى ما تريد يا عمي، اطلب اطلب اطلب. ابي طيب ما عندكم بيض؟ سبحان الله مغير الأحوال، الظاهر ما يحب هالنوعية، ما تعرف إلا بتهديد السلاح ثم تحب البيض. انت لا تتكلمي ولا قصيت لسانك وهي تألة. ابشر يا عمي، في عندنا بيض غربان طعمه لذيذ جدا جدا جدا. غربان غربان اللي ما تسعى له وجهك، ما عدا من التمساح الا الغراب اللي يشبك. وحسرتي عليك يا عم رشيد. السلام عليكم، راح تدي البيض. بيض داير بيض يا عديم الاحساس، داير بيض يا عديم الطبيب، يا عد
عديم الضمير والإحساس عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. عظم الله أجرك عظم الله أجرك. الله أكبر. إلا صلاتي ما أخليها. يا أخي مالك يا بسم الله عليك. من اللي مات؟ ما في أي زول مات. طيب وش فيك تبكي؟ خلص البيض؟ خلص الطماطم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص الخيار؟ يا أخي أنت مالك يا أخي؟ يا أخي مالك يا أخي؟ سيبني بحالي يا أخي. طيب وش فيك يا جهري؟ علمني يا أخي، صارحني، أنا أخوك أخوك. يا أخي أنت ما شفت الخبر هميز يا أخي؟ أي خبر؟ الغراسنة مقتطفين عم مرشيد. غراسنة؟ أي، وطالبين فدية 50 مليون دولار. إيه صح، البارح أنا كنت يا أخي جالس عند التلفزيون وقاعد أسمع الخبر وأنا طقطق. أولاد الذين طلبوا 50 مليون دولار في عم رشيد. عم رشيد ده يسوى 100 مليون يا أخي. 50 مشوا؟ مليون دولار. دولار بعد؟ أي. لا حول، فخرش ابن خريش. أي. وأنت صدقت يا خبل؟ هذا هو قاعد يلعب عليكم. أصلاً هذا خرش ابن خريش هو قراصنة صنصية. قرصانيين قرصانيين هو خرش هذا يا اخي اسمع غراسنة هي قرصانيين جمع قرصان تعرفوا شو القرصان اصلا تعرفوا شو شنو هذا القرصان كانوا يحطونه في قدر كبير ويحطون طماطم وبصل وهذا يسووه لما صاروا كثار صاروا قرصانيين ها يا عمي بشر وش ناوي تسوي بهالمصيبه هذه خلاص انا بروح لرئيس النادي واساله وش المشكله ونبي نحلها ان شاء الله اي والله تكفى يا ابو رشيد استعجل اخاف يسوون في ولدنا شيء ترى هرشيد مسيتشين عاينوا خير انا خلاص بروح بس اتصلوا بحصه وهزات خلوا يقعد عندكم لابد نحل المشكله سمعتوا ولا لا حاضر حاضر يا عمي راح اتصل انا اتصل وخليهم يجون اتصلوا فيهم بس ونادوهم يا رب الله ييسر امرك ان شاء الله ورد لنا سالم ان شاء الله يا رب امين امين يا رب يا امين الله ما رجعك ورجعك يا الله أقول يا حبيب فكني وافتح لي وياك مغسلة سيارات في الحارة عندنا اسكتي إن شاء الله لا تتكلمي يا الله ماذا تريد تكلم بسرعة يا ابن الحلال يعني انت حاطلب وسند اكل وغذاء وانا ولد البطة السوداء لا تكلم عن البطة السوداء قسم انا عزما بالله اقلع عيون وقت على لسان وادبحك زي غروف تفهم اقول يا انت انت يا عمي انت يا عمي بعدين مالك يا عمي انت ان شاء الله ان شاء الله وش قصة البطة السوداء دي هذه قصة البطة السوداء كان لقب مرت ابوي وكانت تعذبني الله لا يوفقها وانا عارف مرت ابوك عشان تحقد علي يا اخوي ايش دخلني فيها عطني اكل جعل لك اللي شق بطنك انت وذا القليل الخاتمه اللي جنبك يعني ايش تبيني اسوي لك هالحين يا ابن الحلال يا ابن الحلال الجوع قام يرافس بطني غدا بطني تنة بخاخات موتر من الجوع وقام تسمع مواصير مصاريني قام طقطق ذب علي الحيمة ضلعها شقفة لحم الضلع كله أي شيء يا أبو سند لا ما أقدر ما أقدر يا رشيد أنا وعدت ولدي وحبيبي عترة إن هني ما أعطيك شيء أبد أنت روح جيب رهينة راجي ورهينة توني بسرعة بسرعة ما شاء الله عندكم زباين غيرنا عندنا هوش مليان رهائن كثير غيركم مليان يا حبيبي حاشا ذيلي بهايم وضح ولا مجاهيم ما في انا اقول ايش بقول اسكت اسكت خلاص اجلسي اخو من وين ابغى يسب انا من بامباي هندية هذا عندي ما جوز عندي هذا بركز رقص ممتاز يا حبيبي وهي الله في عبدو على غفوة وش اللي يرقص يا مالك وش الرقصة رقصة دي كويس مية مية شلون طيب اسوي تنبري على باكي إلا ما في إلا ويسوي أبعد انت خلاص
صدق هالعقول في نعمة. بحكم انك زميل وسابقني في المهنة عندك خبرة، كم لك مسجون؟ اسبوع زمان؟ انا 5 سنة إنابة كرتان. الله، 5 سنين؟ عيوب بريزك ولا حد يسألنك ولا حد يبيك؟ ما في شركة يدفع له فلوس ولا يدفع الديانة أكبر. أنا كرتان يبغى فلوس. شابك في ذا؟ خطفوني. الله يوفقهم. التالي اللوتة اللي بهذلونا. شفت كيف؟ وش شابك لهم؟ طب خبري بك في كندا. لك شغلة؟ اي. انا ما شغال بكندا. شغال مخابرات؟ لا. شغال معاك؟ انا شغال بالسنغال طباخ بمطعم. الله ما يوفقك. لا شبك عشان برستيجي. شو برستيجك هلك؟ عمارة العرب يا قايلي كندا يا رايح من كندا ولولو ولولو ما ادري وشو واخرتها لولو جعل لولو يشق بطنك زوجك شخبارها لولو بتذكرني بدي اتذكرها بدي اتذكرها لا اله الا الله اليه راجعون ما جاد ما في الا كسر من اسرار العائله من اسرار العائله وردك تحدي إلى ما أطقصوك هذاني من الجوع بخليك تبربر تكفى تكفى يا رئيس النادي شفنا طريق نطلع ولدنا وابو سند من هالمصيبة اللي احنا فيها وانتم شايفين اني وزير الخارجية ولا رئيس الامم المتحدة يا ابن الحلال رئيس نادي وحاسدني بعد حنا يا ابو طنب جايينك الله يطول عمرك ونبي فزعتك بحكم علاقاتك بالمسؤولين الله يسلمك كلمة طيبة من وجه طيب يا ابو عزوز في هذه صدقت أنا رجال أعرف لي أعرف في البلدية وإن شاء الله نسن عموركم خلنا نروح له يا ابن الحلال هلا بي وش نروح له يا ابن الحلال أنت بكاوش اللي نروح له الرجال يمكن له نايم نبي نتصل عليه بحكم إنه متقاعد من 30 سنة أوه 30 سنة يا أبو طنب طيب هذا وش بيسوي هذا وش بيسوي لنا وبكذا يسمونها بالواسطات كلها ويعرف كل المسؤولين عارف كل المسؤولين تكفى خلنا نروح لها الحين خلنا نروح تكفى الحين يا اخي بقول لك المسكين ده رهينه مسكين يا اخي انت مصدق انت هذا هو خرش ابن خريش هو القرصانيين هو نفسه يلعب عليكم يا اخي لا 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 لا, لا, لا يا اخي احترم نفسك يا اخي ده عمر شهيد يا اخي كيف تقول عنه قرصان هو قرصانيين يبي فلوس لا ما هو رهينه يا اخي اسمع كلامي بكره انا ما اسوي اشاعات ولا انت مروج اشاعات اروج اي لا انا ما اروج انا استعمل بس يا اخي امشي يا اخي امشي أشتت حسبي الله ونعم الوكيل عليك بكرة لا كبرت مش عارف كلامي صحيح ولا مو صحيح عم رشيد ما قرصان إلا قرصان إيه أشتت بره قرصان إيه ما ستة يا أبي ما ستة يلا 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 ما ستة يا أبي ما ستة ويات أنا والله إنك تلخي يا جي أنا أكثر منك وقال يلا يلا تعال على حصرك يلا أبو سند أنت سريع ويا ترى سريع زي أبوي الله يرحمه لو لا ما دفنت بداية دول كان قلت إنك أنت أبوي ويا ترى أشوى إنك دافنة ولا كان تدبست فيها أكثر شف أنا تدري ليش سموني أبو سند لأني بواردي قنوص أتنشن وأقنص بسرعة أما بواردي حدك مصاقيل إذا تعرف تلعب وانك كذاب قاعد هذا صدق كذاب هذا كذاب خرشيد اي شو يعني بوارده وشو بوارده هاي الليلة معناها عس كريم شوف يا قرصان البحر يا ابره ارتى يا عم ارتى 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 تصدق اني انا من زمان كنت قرصان بحر خطير مثلك انت اي انا اشتراك انت تصدق اني انا رتبتي من اول احسن من رتبتك
رتبتك ذي خطي، والدليل شف مالك الا عين واحده ما تشوف فيها، وانا ثنتين ماني بشوف. ها وش رايك؟ صحيح 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 يا عمي صحيح. الله يرحم لي والديك يا عتره، وان شاء الله يا رب تطيح في مسنفر يسنفر خشتك ذي تنها الشعب، وتخليني اروح دورة المياه. الله يخلي لك هالكلب اللي جنبك، قصدي اللي معك. هذا مو كلب يا حبيبي، هذا نمر. هسه المسكين هجبه صغير وجسمه نحيف، عشان عندنا مجاعة في افريقيا. وين اخطبوت؟ جميلة، انت هب اخطبوت عشان اعمل استيك، انا بعرف كويس. هادر هادر يا جميلة، هادر هادر يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اول مرة اشوف سكنين اسود. لا اله الا الله، بتاكل استيك اخطبوط؟ عيوني سدي فرامته، ما هي بادميه. الله يذكره بالخير لولو، ما كانت تاكل اخطبوط. الله يشغلك وانت لولو، يا لك مذبحوك انت لولو وفكوني. 100 مره قلت لك يا جميله لا تجي هنا، انا قلت لك راح تجي طلباتك لعندك، وهيات الله يا حبيبتي يا جميله، يا اختي يا حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله، في ذا حريم من ذي. هذه اختي صغيره جميله. بيقول جميلة بعد عبريسك، حيث هذا الصغير أجل شلون كبيرة عن ببيسها سنها داقة ديرم في وجهها. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله كل عمر بي فرق مجرى بخلق مجرى خلصنا إذا بخبشت الضباد والعقل. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. هلو جميلة جميلة، هلو 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 كثير. أسجل أسجل انت شوفي الجوز مناسب ليكي. ايوه يا بابي لا خلاص انت قدامك خيارين يا حبيبي، اما الجواز من اختي جميله او لا تكفى. الله يخليك، عطني الخيار الثاني. الله يرحم لي والديك. او تشترك معنا في غزوه بحريه، راح نقسم فيها سفينه بحريه يا حبيبي. قرصان قرصان، اخر عمري انا شويه من حويرش عصير قرصان. قرصان ولا جريش ولا بسليك، المهم فكوني خلوني اروح دورة المياه. وحنا داخلين على وثم عليك يا ابو برجس، انك تفك ولد هالشايب المساكين هذا والشايب اللي معه، وتفكهم من هالمصيبه اللي هم فيها. اي والله الله يرحم والديك، تكفوا بزعلنا. انتم ايش تقولون؟ افا وظلنا نهرج طول النهار على جدران. اسكن في غار؟ لا يا اخوي، ما بسكن في غيران يا اخوي. يا شيخ ابو برجس الله يهديك، ما حد جاب سيره الغيران، حنا نبيك واسطه. الله 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 يا رشيد، يا زين البحر زينا. اقول انت وجهك اسكت، انت وجهك على بوليس جايك كشته بحريه هنا، على بوليسك الحين صرنا قراصنه، يعني حنسليه يعني قطاعين طرق. اقول احس عن نفسك، احت عن نفسك، مالك دخل فيني. انا رجال جاي فيده بس مرافق معكم، ولا لا لي في القتل ولا لي في الصد. اقول يا حضره القرصان، الله يرحم لي والديك، يعني صدق ترى ما لنا علاقه بهالمهنه، حد ياكد على ونيت. الله يرحم لي والديك يا عرته، ما ادري عبتره. انت لا تتكلمي، انت قبل شرط لازم تيجي معنا، واحنا محتاجينك بهذه الظروف ومحتاجين لعدد كبير يا حبيبي. وش بفيدكم فيه؟ يا ابن الحلال ما اصلح لشيء ابد، حتى النباطه ما عارف ارمي فيها. احنا ما عايزينك تصيد، احنا عايزينك تنصاد يا حبيبي. وش قصدك وانا عمك يا عتره؟ عرته عرته يا عمي، قصدي احطه قدام سفينه. افرك تعرف اني راعي لغات، اتكلم اللغه المصريه واللغه السودانيه، واتفاهم مع الربان اللي في السفينه الثانيه. لا يا حبيبي، انت حطك قدام سفينة عشان لو هاجمونا قراصنة واطلقوا نار انت تروح فيها وتموت، واحنا نهرب يا حبيبي وحياة الله. يعني سيبوني درع حماية لكم يا السفلة. ايش معنى السفلة يا امي؟ والله انك درخ ما تعرف ايش معنى السفلة. السفلة معناتها انك بطل في ديرتنا ذي، انك بطل وشجاع. ولا لا؟ انا كنت اعرف انك تمدحني، لذلك اخترتك لهذه المهمه، لانني اعرف انك همار. افا انا همار؟ همار معناها شجاع في لغتنا المحليه يا حبيبي. حمار حمار شكرا الله. يا بطل جاي من الواحد نصقه ما يوحي ولا يسمع. تكفى
يا ابو رشيد لا تشرح علي، انا جاي الرجال هذا قبل 20 سنه وسمعه به شوي. الله يستر يا جماعه، اخاف يروح لهم وبدل ما يقول طلعوهم يقول انبحوهم. لا والله ما نبيه يتوسط لنا، قبل نروح ندور واحد ثاني يتوسط لنا قبل ما يصفر راس ولدي وراس ابو سند. قم على قم. هذا يوم اشوف كم ساعة وندور عصافير نتركها وما في شيء، أكيد في معنا واحد مشوم يا لطيف. أنا المشوم يا أخوي، مدافع أنا المشوم. يلا يلا رجعوني وخلوني أروح لأهلي وخلصنا. يلا. لا يا حبيبي، إذا بتهب ترجع ما في مشكلة، بس بشرط تتجوز أختي جميلة اللي حبتك. سمن يقطع القلب، حبها برص. ايش بيقول هذا عمي؟ ايش بيقول؟ لا يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ ولك عصبت. يقول اختك جميله والزينه كلها ملح وقبله. لا كذبك يا ابو سند. اقول اسكت اسكت يا رشيد، تراني الحين مصدده عنك كل ما جاي يتحرش فيك وانا اللي اصرفه وانت غير ناشب له فيه. ان شاء الله سب اللي تبي اللي تبي. يعني قبل زواج من اختي جميله يا عمي؟ هي 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 قبل يا ابن الحلال، بس عاد ابي منك تعطينا مهله تخبر رشيد توه صغير. أيه؟ ما يفهم امور الزواج ولا بعد بلغ. خله اصبر علينا شوي. هو طفل صغير الحين يا عمي؟ انا اشك انه كذاب وهيات. الله، هذا رجل مجوم، هذا مش مزبوط يا عمي.